ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء عقوبة السجن مع النفاذ لمدة 18 شهرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بعد إدانته بالفساد، لكن المحكمة العليا قبلت استئنافه جزئيا وخففت مدة سجنه من 6 سنوات كانت محكمة تل أبيب المركزية قضت به العام الماضي. المحكمة عاقبتني بجريمة لا علاقة لها بقضية هوليلاند، قلت ذلك بالماضي، لم يعرض علي ولم أتسلم أي ريشا. وسيدخل أولمرت السجن في 15 من شباط المقبل. المحكمة العليا برأت أولمرت من تلقي ريشا بقيمة 130 ألف دولار في قضية معروفة بهوليلاند، وجرمته في تلقي ريشا بنحو 15 ألف دولار.